مساء الخير، معاكم يزن المصري من قناة يزن المصري دوت كوم. موضوع حلقتنا اليوم عن القطاع السياحي، القطاع اللي انظلم من أول جائحة كورونا إلى حد اليوم شهر 2021. شان الله نستغيث. أنا من الناس اللي غيرت مهنتي، نسميها تغيير مهنة مؤقت لحين ما تفرج، لأنه حرام أضيع السي في تبعتي والخبرة اللي أنا عملتها واللغة، المهنة اللي حبيتها اللي اشتغلتها عن حب. يعني أنا بس أدخل القطاع السياحي وأتعامل مع أجانب جايين على الأردن سياحة وأبلش أحكي معاهم، تحس بمتعة. يعني أنا بستمتع في مهنتي، حرام أضيعها عشان أغير وظيفتي، وما رح أحصل فيها الوظيفة الجديدة لا الراتب ولا يعني ما عنديش خبرة فيها. يعني أنا بسلك حالي تسليك. عدد موظفين السياحة 53,000 عامل. لقيت اليوم فيديو على اليوتيوب للدكتور محمد لدويري، بكون مدير عام الأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران. عنوان الفيديو كان الفقراء الجدد. الفقراء الجدد منهم موظفين السياحة طبعا، اللي انظلموا فعلا من جائحة كورونا وما حدا منتبه لهم. يعني فعلا ما حدا منتبه لهم. اللي صار شوفير واللي صار يبيع خضرة، طبعا وأمانة عمان مش مفلتي حدا، يعني اللي بده يترزق عنده عيلة وعنده بيت وأجارات. طبعا احنا مش ملاك، احنا زي ما حكى الدكتور محمد لدويري برضو انه معظمنا دون 500 دينار رواتبنا. يعني شو بده يشتغل هذا؟ ما عنده غيرها وعايش على البخشيش. أقول لك إياها عبلاطة، مناش نحكي عن رواتبهم عالية وإداريين وما إداريين، لا، ما نحكي عن المسخمطين. صاروا عايشين على المعونة، صار العالم تشحدهم تنقطهم طنقيط، وحكى كلمتين زي الذهب هذا الدكتور صراحة. يعني بقول لك إنه إذا صار هذا الموظف مجرم أو هاي البنت صارت مجرمة ودخلتوها السجن، بتكلف الدولة 700 دينار للنفر. مش تعطوهم 300 تبرع احسن لكم ما تسجنوهم؟ 200 شغلوهم، عملوا لهم اي اشي. ناش نحكي على صاحب الاوتيل اللي صار فيه خفافيش جوا الفندق تبعه، لا، بدنا نحكي على الموظفين. يعني الموظف اللي غرقان وبتعلق في قشه، تعرفوه سامعين عنه؟ هذول موظفين السياحه اشتغلوا كل اشي، ما خلوا اشي ما اشتغلوا، بدهم ياكلوا. لهم سنه بيشتغلوا في شغلات غريبه عجيبه. يعني بتقول له شو كنت انت تشتغل؟ بقول لك انا ريسبشن بفندق السين جين مثلا. شو بتسوي؟ ببيع بطاطا. ببيع على عرباية كعك وبيض، والامانه مش مخليته اصلا. يعني هو نزاع مع الامانه، هو بكيفه بيشتغل على بسطه ولا على كبياع كعك؟ ما فيش شغل، ما حدا منتبه له نهائي. القطاع السياحي بدور للدوله على الخزينه 4 مليار زي ما حكى الدكتور محمد دويري. طيب هلا الارقام هاي انا مش متاكد منها، بس هو رجل مسؤول مدير عام الكلية الوطنية للسياحة والطيران. 4 مليار رقم، حرقتوهم دمرتوهم، حدا ينتبه لهم؟ وزير السياحة، رئيس الوزراء، القطاع السياحي راح. احنا بلشنا نفقد مهاراتنا. انا عندي سي في اكثر من 15 سنة بالقطاع السياحي، راحت. القطاع السياحي تدمر حرفيا. 53,000 عامل، يمكن اللي بيشتغلوا منهم 3,000، و50,000 عامل قاعدين في بيوتهم حرفيا. اللي ضمان شاملهم، وفي منهم كاجوال، انا ما بحكيش هلا، يعني اللي الضمان داعمهم، ها بنمشيهم، بنقول هدول ايش الضمان بمشيهم، سلكين امورهم رب غفور رحيم. طب في ناس تشتغل كاينه في المياومه، يعني كاجوال بسموهم هدول وين راحوا؟ احكي عن حالي انا. طيب انا جيت قبل الكورونا بكم شهر، كنت متغرب في دبي، رجعنا على الاردن على اساس نلتحق في الضمان الاجتماعي واحنا شباب لسه، ونتجوز، طبعا انا مش متجوز لسه، ونشتغل ونعيش زي هالشعب. اجينا عبين ما قدمنا السي في، وكان عندي كم شغله خلصتها، بلشنا نقدم، قالوا ايش؟ طبت الكورونا، سكرت الفنادق، وبنوقف استقبال الطلبات، واللي عندنا بدنا نروحهم. طب شو الحل بهيك حاله؟ فنادق قويه، موظفين
قوايا صراحة، سيفيات عملاقة تعتبر في عالم السياحة. الطعام والشراب لحاله عالم، اللي شغال ريسبشن، اللي شغال بالبوي، اللي شغال ريزرفيشن، أبريتر، هاوس كيبينج، جلة صحون، كلهم هدول قعدوا في بيوتهم. انتم متصورين شو صار؟ بطالة عم تعلى، يعني لقولهم حل، لقولهم وظيفة ثانية. أنا ما حكيتش على قطاع الطيران اللي برضو قاعد، كان مضيفات ولا طيران ولا الباك ستيج، هدول اللي بيجهزوا الأكل تاع الطيران والريسبشن، كلهم هدول برضو نفس الفيلم ماكله. لقولهم حل. حلقة بسيطة وبتمنى تكون يعني مسموعة. فإذا بتشير الفيديو وعجبك يا ريت تدعمني في لايك كومنت صغير وتشيرها. إذا ما عجبتك حط لي ديسلايك، ترى بزعلش، المهم إنه تكون حضرتها. وشكرا لكل المشتركين واللي راح يشتركوا بقناتي. معاكم يزن المصري، السلام عليكم.